موزايكا فام الإذاعة الأولى في تونس. لا 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 مش بوليتيك مش بوليتيك، معناها احنا بالنسبة لنا أي حزب موجود ينجم يتفضل باش يسندنا، لأنه احنا بقينا بدون مساندة. احنا ما عندنا حد يسندنا، حتى وزير ما ثمناش، وان بلوس احنا تو بالنسبه لنا عندنا لجنه الثقافه اللي موجوده فيها، معناها فيك الحزب الدستور الحر، واحنا بالنسبه لنا مره بينا، معناها فيك شكون يساندنا؟ هذا هو للمساندة. بربي بشويه. انا الحب نقول فرصه وحب نقول كلمه تسمعني يا تسمعني. أنا نحب نقول كل فرصة سعيدة تونسية، ما عندكش علاش ترفض الآخر، هذه واحدة. اثنين، راك فنان عندك من رحابة السادة، اسمعني اخرج حتى اخرج شكون يشدك أنت؟ أنا مش نقعد، أنا نحب نوجه سؤالاتي إلى واحد من نواب مجلس الشعب، خاطر بعد الوقفة تاع اليوم راه وقفة الزنقة الهرب وغدوا باش نهبط، نقول له يتحل المجال باش نخدم وتلقاني حقي كمثقف، سينو لن ننتخبك. انا نقول هذا الكلام، انا مش ستيت فيسبوك سيده النايبه، اذا كلمه تلقانيش حقي وتدز معايا في الثقافه وتدز ناس مات في الشر، انا لن ننتخبك ومرحبا بك تونسي. بالله سامحني، عشان اللي تكلم انت غادي بلا نحترم بعضنا شويه. سي جمال، رانا كلنا فنانين واللي جا مرحبا به. سي جمال، وبرتو شنو المشكل اللي صار؟ جات مع بن موسى مرحبا به، شو دخل؟ شنو المشكل؟ وين البروبليم باش دعمنا؟ كنائبه برلمانيه مش كحزب. احنا ما فماش انتماءات، وين رانا فنانين جينا نطالبوا بحقوقنا، ما ثم حتى انتماء لا حزب ولا احزاب، ولا بدناش نعملوا في الفوضى، هذه داره الحكايه راهي مدرسه. يعني ماذا بينا يزيونا من حكاية الفارغه، جينا على حكايه. سمحنا باش نقول كلمة وعلى سلامتك للفنانين. اللي كان ثمك انت احزاب اخرى تحب تجي تساند الفنانين. شكون في البرلمان؟ شكون في البرلمان؟ الوحيدة اللي تكلمت على الثقافة ما طبعا بن مصر. اعطيني واحدة أخرى تكلمت على البرلمان. حبيت أوس هو مانيش باش نتوسع فيه، أنه الحزب الدستوري الحر ماهوش في حاجة لحضوري حبيت أقول لكم أن وجودي لهنا لا هو دعاية للحزب الدستوري الحر ولا شيء، لأن الحزب الدستوري الحر توا في قلب الحدث والناس تتبع فيه في فيديوهات وفي دوائر وفي كل. أنا موجودة لهنا تيتي أولا، أنا نايبة على تونس سنين، وبالتالي نايبة على الجهة، نايبة على تونس، عليها عموما لدى تونس، يعني واجبي أني نجي في تظاهرة كيف ما هذيا. حاجة ثانية، أنا موجودة لهنا كرئيسة كتلة برلمانية في المعارضة. إذا قلت لكم أنا موجودة لهنا سيفتي البرلمانية اللي هي واجبي، حتى كان فما شكون ما يحبش أنا نتواجد، أنا يلزمني نتواجد. لأنه بعيدة إحنا ليش انتخابات توا وما ليش في حاجة للدعاية الانتخابية. اليوم فما مشكل أساسي. مشكل أساسي اللي فما فئة اللي احنا اليوم قاعدين نخوض ونجيكم من اعتصام قدام اتحاد القرضاوي، قدام الاتحاد اللي فرق في الارهاب، قدام الاتحاد اللي ينشر في الفكر الظالم المتدرج. يعني جي في اطار عمليه نضاليه، لانه انا نعتبر الحزب نتاعنا والكتله نتاعي كبرلمانيه وكاميرا تونسيه، نعتبر الثقافه ركن اساسي في مقاومه الارهاب وركن اساسي في المحافظه على الامن القومي، حرمان المثقفين في الفتره هذه بالذات من العمل ومن التواجد، انا نعتبره ممنهج لفتح المجال امام الخطاب المتطرف وامام العنف اللي نمشوا فيه في البرلمان وفي المجتمع. هذه يعني قناعه وفكره وما عندها حتى علاقه بالامور الحزبيه. انا نرى وهذا قلته في الفتره اللي نجبتنا نعبر فيها في البرلمان، مش معقول اجراءات الحكومه تتسلط بهذا التعسف على المثقفين. تبدو توا حكم المومين، حكم المومين توا لهنا، علاش هذا ما تجاشكم مسرحيه هوني؟ هاو نفس اللمه لهنا، كل يوم الناس الكل في اعتصامات، الناس الكل موجودين في اجتماعات، احنا في مجلس النواب فوق بعضنا، جيت على المثقفين وجيت على الاهل القطاع هذايا باش نبديو احنا نحكيو على الحكومه، مش هذا المشكل، المشكل هو انه الدوله تعمل
ومادية واجتماعية لهذه الفئة. أما أنا ما نعملش المرافقة المالية وما نعملش المرافقة الاجتماعية وما نعملش كيزو شارج للعائلات اللي قاعدة تسترزق وخدمتها ومهنتها اللي هي الثقافة. وبعد نجي نقول الكورونا أنا قلت لا سامحني أنا كمرأة كنسية هذه مانيش من أهل القطاع لكن الرأى من حقي ومن واجبي كل شيء هذي. أنا نحب نقول لكم برنامجنا الانتخابي وذلك كله مش اليوم مجاني تجمع فيه بحدينا وبش نعمل ندوات ثقافية وكان استدعاكم ومرحبا بدي يجي. لكن اليوم أنا في الاستماع كبرلمانية معارضة وتعرفوني معارضة حقيقية مستقلة شنو تطلبوا انتوما من السياسيين؟ لأنه إذا انت تعمل دوا ندوة صحفية تحضر فيها انت تحضر فيها الصحافة وما يسمعهاش السياسي وما تسمعهاش السلطة شكون اللي يبلغ الصوت؟ ما هي حدث بغمي الأحداث 200 مليون حدث في النهار يتعدى. أنا نحط روحي على ذمتكم ومن غير حتى لا ركوب على الأحداث لحد شيء. إذا كان فما طلبات محددة اللي تحبوا أنتوما توصل للسلطة وللحكومة وللبرلمان وتكون عليها تحركات يعني حقيقية وجدية لحل المشكل اللي أنتوما توا طارحينه واللي مقلقكم أنا على ذمتكم نكون صوت عالي باش نوصلوا لأنه هذه مهمتي كبرلمانية. احنا وقتين نترشحوا في الانتخابات نقولوا رانا نواب الشعب. إذا أنتوما جزء من الشعب هذايا وأنا مطالبة إني نبلغ المشاغل نتاعكم وأنا تهمني. تهمني الثقافة غدوة احنا في الاعتزام عاملين ندوة ثقافية على دور الثقافة في مكافحة الإرهاب. إذا كان فما طلبات تحبوها كتابية تحبوا توا نسمعها ونقيدها تراو إنه من الصالح إني نتكلم عليها ونبقى عليها كلمة في مجلس النواب ونمشي ليها للحكومة ونمشي نقابل وزير الثقافة. احنا ماناش جايين لهنا في إدارة موزية لكن بالحق فما مشكل حقيقي في إدارة أزمة الكوفيد. والقطاع هذا حسيناه كأنه الكوفيد مختار وثقفة ياسر الكوفيد. نعم أنا هذا حسيته وعبرت عليه من غير ما نجيكم وقلت ومازلت نعاود نقول هيدا عطيني طلبات النقابات طلباتكم إذا تحبوا نبلغوها وإحنا إن شاء الله نكونوا في المستوى في لجنة الشباب والتربية والثقافة. إحنا عنا المهمة بتاع نائب الرئيس وبالتالي تنجم الأخت ممثلة الكتلة نتاعنا في مكتب اللجنة بتاع الشباب والتربية والثقافة تطلب أي طلب اللي أنتم تراوه واللي هو نجم يعاونكم إحنا رانا على ذمتكم. هذا اللي حبيت نقوله لكم وربي معاكم وربي يفرج عليكم وعلينا هذه الغمة على كل مستوى.